حياكم الله. العمل من المنزل والجلوس لساعات طويلة أصبح معتمداً أو معتمداً من نسبة كبيرة من الشركات والأفراد بظل وجود فيروس كورونا. هذا النمط المعتمد اليوم سبب آلاماً ومشاكل في الظهر عند كثير من الأشخاص، يمكن أن تزيد سوءاً في حال عدم إحداث التغييرات اللازمة في نمط الحياة. لكن كيف يجب التعامل مع الموضوع؟ للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو دكتور إيهاب حسين، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. أهلا بك معنا دكتور. صباح الخير. يعني العمل في المنزل أصبح ضرورة في زمن كورونا، وإحنا اضطرينا على هذا العمل من خلال ساعات طويلة. من طبعا مش إحنا عادة، ما بصليش يعني كثير من الشركات. لا بس أنت انكلودد بردك، هقول لكم هي طبيعة البترن في الجلوس. تفضلي. خلينا نفهم إيه أبرز المشاكل، هي آلام في الظهر أم يمكن أن تتطور إلى أكثر من ذلك؟ طيب بس للتبسيط عشان السادة المشاهدين يقدروا يتابعوا معنا، العمود الفقري وحدة حركية مطلوب منها أنها تقوم بوظائف متناقضة، يعني يبقى في مرونة عالية جدا تسمح بحركة فقرات الرقبة والظهر في مجالات متعددة، وفي نفس الوقت يبقى في ثبات يقدر يشيل العمود الفقري اللي بيتحكم في جسمنا وحركات جسمنا ويحافظ على الأعصاب اللي داخل. عشان نقدر نحقق التناقض ما بين المرونة والثبات والصلابة دي، كان تركيب العمود الفقري مجموعة من الفقرات بينهم مفاصل أو غضاريف مبطنة، وبتحكمها مجموعة من العضلات. مجموعة العضلات دي هي اللي بتحدد نسبة كبيرة قوي من ألم ظهرنا. كل ما كانت عضلات ظهرنا في حالة لياقة ومرونة عالية، كل ما بتقدر تعمل تناغم في الحركة. يعني حاجة تخيل مثلا أنت بتحاول تتني ظهرك، فعضلات ظهرك الأمامية بتنقبض والخلفية بترتخي في صورة هارموني أو تناغم يسمح لك بحركة بدون أي تأثير في مفاصل وغضاريف ظهرك. لو أي إنسان لياقة ومرونة عضلاته مش بالصورة الكافية، هيبتدي يدخل في فرصة حدوث آلام في العمود الفقري، سواء في آلام العنقية أو القطنية. يعني عشان كده بقوله مثلا أنا وأنا قاعد هنا، لو قاعد فترة طويلة وما فيش المرونة واللياقة دي والهارموني ده، هبتدي أشتكي من آلام. وزي ما تفضلتي حضرتك، في ظل ظروف الكورونا اللي بنمر بيها والعمل عن بعد والكل بقى أونلاين في البيت، حتى السيت اب اللي في المنزل مش معمول بالصوره الصحيحه. يعني كل واحد في مكتبه بيحاول بالظبط بيحاول ياخد التشير المناسب والكرسي المناسب والوضعيه المناسبه. ده اعتقد لنسبه كبيره من الاونلاين ورك مش افيلبل. طيب دكتور، خليني اسالك بهذا الاتجاه، انه اليوم لكم مقاييس معينه بانه الرجل يجب ان تكون بمستوى الخصر او اعلى من مستوى الخصر، الجلوس باستقامه الى اخره، لكن الواحد مو متعود حتى في الشغل لما كان ما هو متعود بهذه الطريقه، ويروح الى البيت قد يعمل واللابتوب في حضنه وهو نايم او هو مضطجع على جنب، فبالتالي على المدى البعيد ما هي اثارها؟ نقدر نقسمها لتومي لشقين أو مبارك. خليني أقول أنه هو يجد راحته في هذه الوضعية، ما هو ده راحة لحظية أو وقتية أو مؤقتة، لكن هي على المدى الطويل هتضعف من الهارموني ده، خصوصا اللي هو مش بيقوم بتقوية عضلاته. عدم وجود الهارموني في تناغم العضلات هيؤثر بالسلب على الغضاريف والمفاصل المبطنة. طيب. ونبتدي ندخل في أمراض الفقرات العنقية، لو نسمع عنها كلنا، الخشونة والانزلاق الغضروفي وخلافه. فعلى اللونج ران عدم وجود لياقه في اوضاع خاطئه هيؤدي الى ظهور امراض. يعني انت تقول انه يجب ان نلعب رياضه على الاقل حتى انه يكون في عندنا مرونه. تو فاكتورز، يبقى في عندك لياقه عضليه عاليه. أيه. وفي نفس الوقت قدر الاستطاع المحافظه على الاوضاع الصحيحه في الجلوس. اي بس لا تقول لي انه انا بمقاييسكم دكتور، لان اذا رجعت بمقاييس الدكاتره راح اقعد كما المسطره. انا مقاييسي ما بطبقهاش علي، لكن وي كان دو اور بيست. طيب اسباب الالم دكتور، هل بتعتمد على يعني المده اللي احنا بنقعدها، ساعات طويله، ام على الجلسه الخاطئه؟ يعني في ناس ممكن تقول لك انا بقعد تمام بطريقه صحيحه ومناسبه وعلى مستوى النظر اللابتوب او الكمبيوتر، ولكن مده الساعات طويله جداً. خليني ابسطها بصوره بسيطه. العضله ليها تون او ليها قوه او مقدار من القوه زي شحن البطاريه، لو فضلت فتره طويله بدون ما يتغير وضعها وتتحرك بتفقد هذا التون، ويبتدي يبقى الحمل كله على فقرات الظهر والغضاريف. فهو يجب حق الاثنين، ان الوضعيه الصحيحه وتغييرها كل فتره وتانية، زي ما تفضلت حضرتك اتليست كل هاف ان اور المريض يغير وضعه، حتى يغير وضعه ولا يعمل تمارين؟ لا، يغير وضعه الحركي بحيث انه يعيد، كاننا بنقول يعيد شحن الباتري تاني مكانه، فترجع المرونه والتون للعضله تاني، الى جانب طبعا الاوضاع الصحيحه في الجلوس. يعني مثلا
ما شاء الله وانت قاعد الستريتس الكيرف ده كله ما بنحافظ عليه، بنحافظ على البالانس، حاجه بنسميها في الطب السجده البالانس، اللي هو الاستقامه الجانبيه للعمود الفقري. دي اهم حاجه. في واحد تلاقيه قاعد كده، ده على اللونج ران دكتور، هذه اريح هو اريح لحظي بس على اللونج ران. طيب خليني اسالك، بانه هناك من يضع دعامات، بمعنى اللي الاسفل الظهر نضع هذه الدعامه، اللي الرقبه ايضا على الكرسي نضع هذه الدعامه، هل هذه فعاله ولا انه والله عامل للتسكير؟ عامل للتسكير ايه، لكن هي نفس الشيء لو انت حاطط الدعامه واخد الفيري بروبر تشير والكرسي المناسب جدا. هنرجع لنفس النظريه، العضله بعد فتره من تون معين بتبتدي تفقد قدرتها على انها تحمي ظهرك، فلازم تعيد تغيير وضعك او حركتك. في ناس يقعدون ساعات طويله دكتور يشتغلون، دول بنشوفهم في العياده كتير بقابلهم كتير. طب يمكن في هذه الحالات دكتور بينصح المختصون يعني الكثير من المرضى بالرياضه او تمارين رياضيه ما بين يعني كل 30 دقيقه يقول لك اعمل بعض التمارين للرقبه والظهر، بتفيد؟ اكيد، ما هي دي بتندرج تحت ان هي بتعيد من تون العضله تاني مره، محتاجه لك طبيعي دايما على المدى الطويل عشان بقى حمايه فتره اطول، لازم يبقى في نوع من انواع الرياضه اللي بتقوي الكور ماسل اللي هي العضلات المبطنه للعمود الفقري، ودي افضلها انا لو امكانيه لاي انسان اللي هي المشي في الميه، مجرد يمشي في الميه لان الميه بتانلود بتشيل وزن جسم المريض، فمبيبقاش في اي تحميل على الغضاريف او الفقرات المبطنه، وفي نفس الوقت الريزيستنس او المقاومه للميه بتزيد من عضلات الجسم. دكتور قبل الاسئله لازم اسالك هذه، انه اليوم قاعد نرى في وسائل التواصل الاجتماعي والدعايات والاعلان بانه هناك سواء بعض الأجهزة اللي تساعدك على فتح يعني تساعد على أنه إرجاع الفقرات إلى مكانها الطبيعي بما أنه هي ضغطت، هل هذه فاعلة ولا أنه قد تؤذينا لأنه تجارية؟ أولا يجب أنها تتنفس في الحالات اللي تحتاج، يعني مش كل مريض يقدر يروح يعمل الديستراكشن أو تراكشن اللي حاجة بتقول عليه. هي بتفيد لحظي أو وقتي وفترات وفي أمراض وأمراض، ما أقدرش أطبقها كقاعدة عامة، لكن في بعض حالات فقرات خشونة فقرات العنق قد تفيد وتريح المريض لفترة زمنية محددة وليس دائمة. طيب خلينا نذهب إلى الاستفسارات والأسئلة من المشاهدين دكتور، هي أسئلة عامة، وأول استفسار تفضلوا جماعة. أوكي، ما أسباب طقطقة الرقبة عند السجود بدون ألام؟ الكراكينج او الطقطقه زي ما اغلب المرضى بيوصفوها في الرجل، هي بتبقى سببها احتكاك ما بين عظمه الصابونه او الكاب بون والعظمه المبطنه للرجل، ودي غالبا ما بيكون ناتج عن ضعف في العضله الاماميه للفخذ. بمجرد ما المريض قدر انه يقوي العضله دي باي تمرينات متاحه قدامه بيبتدي فرصه الطقطقه دي تقل كتير. جيد، سؤال اخر، ما هي الاغذيه المساعده على مرونه العظام دكتور؟ طبعا هي الأغذية اللي بتكون العظام وبتساعد على تكوينها بصورة جيدة خصوصا ما قبل سن ال 18، هي بتندرج ما بين البروتينات العامة والأغذية المكونة أو المحتوية على كالسيوم. احنا جسمنا عبارة عن شبكة أو نسيج ما بين البروتين ومترص بداخله أملاح الكالسيوم، فما دون ال 18 سنة كل ما بنهتم بالأغذية دي كل ما احنا بنقدر نبني عظام قوية فيها نسبة مرونة ولياقة أعلى. بعض الناس بيبتدوا يهتموا ده في late age مثلا في الأربعينات والخمسينات، ما بيبقاش بنفس أهم بالضبط too late. لا يا دكتور راح الوقت شو؟ لا too late عليهم. شكرا للدكتور إيهاب حسين استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، شكرا جزيلا لك يا العفو.